رب العالمين ان يعطينا العمر بعد ونقدم عطاء. انا هسه عندي رصيد فني من انا عندي حوالي 10 اغاني رصيد عندي موجوده بعد ما مطلع مطرحك مسجلها. لان انا عندي فكره بالغناء يعني اسجل اغاني واخليها رصيد الي يعني. نعم. واخليها حسب الظرف. شلون ظروف تصير حلوه فرفشه بالعراق شيء مناسبه اي الناس تتلقي الاغاني كذا. نعم. فاطلع لي شو وقت ممكن تقول كافي غنى انا اريد اعتذر؟ والله لا انا اتعب يعني جسمي بعد ما اقدر ما بي حيل اقول اعتذر رغم انا كان من زمان بس رغم ذول اللي يقولوا اللي يطلعوا لي دعم عنادي بيهم سويت عنادي على ذول يومي وكل شهر اطلع اغنيه لا ظلوا احكوا طلعوا اشاعات حتى تظل موجود والله انا اقول طلعوا اشاعات حتى انا اظل تظل موجود ويطول دافع يعني. شو رايك باعتزال كاظم الساهر؟ سمعنا انه اعتزل الحفلات العامه والله ما 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 سمعت انا بصراحه يعني ما ادري اذا كان حقيقي شنو توجه له رساله؟ الاخ زميلي العزيز الدكتور فاضل عواد نعم اعتزل من فتره طويله اعتزل إيه يعني بس هذا اللي سمعت بس غير كاظم ما ادري والله اذا كان كاظم معتزل شنو توجه له رساله اليوم؟ لا اقول له بعدك بيك عطاء المفروض يظل مستمر بعطائه يعني هو هسه مفخره يعني بالنسبه للشباب والمرحله اللي اجى بيها هو نعم طبعا استاذ ياس انا طبعا ما اقدر اختم بدون ما نسمع شيء صغير الناس يحبون شو سمع ليل البنفسج انا اعشقها هاي الاغنيه البنفسج يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج يا حلم يا ما مش مالش طبع قلبي نطباك ذاب ترخص واغليك واحبك انا متعود عليك هواي يا سولة سكتي يا سولة بسكتي يا طواريك من الظلمة تجيني كان ثيابي علي غربة قبل جيتك ومستاحش من عيوني وعلمتني انا حب هواي قبلك ذوباني انا حب هواي قبلك ذوباني الله هاي أغنية عظيمة هذه ما شاء الله عليك وأداءها يعني يراد له جهد جدا صعبية أستاذ ياس إن شاء الله كان لقاء حلو وما تعبتك وما ضوجتك والله الحمد لله حلوة وفرت قصة سعيدة معاكم يعني شكرا جزيلا لك نورتني أستاذ أتمنى لكم الخير والتقدم بعملكم هذا شكرا جزيلا أستاذ ياس خضر وجودك اليوم إضافة كبيرة للفقرة أريد تتوجه لكاميرتك بكلمة أخيرة للشعب العراقي شنو حاب تقول لهم؟ أهنيه بهذا العيد السعيد إن شاء الله وإن شاء الله يتم علينا الخير والأمان والرفاهية والسعادة وكل ما أتمنى من شيء زين وصحيح للبلد أتمنى أن يصير بهالبلد ونتمنى إن شاء الله عن قريب إن شاء الله جاي الخير يصير خير عن قريب والحمد لله والشكر آمين وأتمنى لهم كل السعادة للشعب العراقي شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ ياس خضر شكرا جزيلا لمتابعتكم وانتظرونا بحوار خاص جديد شكرا جزيلا استاذ نورتني اشكرك شكرا طبعا هسه احنا من غرفه الجوائز مال الاستاذ ياس خضر وهاي شيء خصنا به لاول مره ما معروضه هاي الغرفه اعلان قبل ما معروضه احنا ان شاء الله تجينا بشكل خاص اكيد نطلع لك واحده واحده حتى اكو جو يعني ما شاء الله كم درع وكم جائزه اكثر من 100 درع عندي انا اكثر تكريم يعنيك والله وايد كرمت انا بس اخر شيء اخر شيء دوله قطر نعم كرمتني درع الأصالة يعني مثمنونة يعني وأشياء كثيرة يعني من هواية يعني منذ 30 سنة لحد الآن كلها دروع كرموك رؤساء دول؟ رؤساء دول؟ هو رئيس دولة شيء اللي يكرم يعني من تروح له يعني إلا فشي ثمين ثمين أو فشي بالمناسبة بين دولتين أو كذا يقدر زين أثمن شيء مو رمزي يعني شيء ثمين